بعصر تطور التكنولوجيا صار أغلبنا معه تليفون ذكي بإيده، ومين منا ما بيستعمل الابليكيشن أو تطبيق البنك يلي بيتعامل معه ويلي بيسمح له يطلع على حساباته ويحول مصاري ويسدد دفعاته الشهرية. وكتير أشخاص بيسألوا إذا كان هالتطبيق آمن تجاه عمليات الاحتيال والقرصنة. بالواقع معايير السلامة بتختلف من مصرف لمصرف، وأجراءات الأمان المعتمدة ممكن تتطور وتتبدل مع الظروف، والبنك بيقدم إرشادات ونصايح عن كيفية استخدام التطبيق بشكل يضمن لك حد أدنى من الأمان وبيحميك من التعرض لعمليات الاحتيال والقرصنة. مثلاً بينصحك البنك تتأكد من استعمال التطبيق الرسمي ومش غيره، فخطر التطبيقات المزورة بيضل وارد. تقوم بتحديث التطبيق كل فترة لتقدر تستفيد من التحسينات على معايير الأمان والحماية. ما تنسى تعمل ساين أوت كل مرة بتنتهي من استعمال التطبيق. تاخد حذرك أنت وعم تستعمل التطبيق، خاصة إذا كان في حدك ناس ومعقول حدا يسرق النظر ليكشف الرمز السري يلي بتستعمله. وما تنسى كمان تزور ويب سايت البنك حتى تشوف التفاصيل يلي لازم تعرفها عن استعمال التطبيق بأفضل طريقة.